مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل، وما زلنا بننقل لحضراتكم أحداث وقائع معركة أين الله الجزء 94. عنوان حلقتنا الأشاعرة يشبهون الله بالأخرس. شفنا في الحلقة اللي فاتت التوحيد عند الأشاعرة وإزاي ابن تيمية رد عليه، وفي حلقة النهاردة هنشوف يعني إيه الكلام النفسي لله وإيه اللي بيترتب على الكلام الله النفسي في الحلقة دي وفي الحلقات الجاية. وخلينا نشوف أول مرجع بيشرح عقيدة المعتزلة في كلام الله من كتاب دروس في العقيدة، شبهة استلزام إثبات الكلام التشبيه والتجسيم والرد عليها. أما المعتزلة الذين تحول إليهم مذهب الجهمية فيقولون إن الكلام مخلوق وإن الرب لا يتكلم بكلام هو صفة له قائمة بنفسه، بل إن الكلام ألفاظ ومعاني وحروف وأصوات تتعلق بقدرته ومشيئته. لكن الله خلق هذا الكلام خارجا عن ذاته بأن خلقه في الهواء أو في جسم ثم نسبه وأضافه إليه تشريفا وتكريما. يعني المعتزلة قالوا كلام الله مخلوق والله لا يتكلم، وإن الكلام بألفاظه وحروفه خارج عن ذاته، وإنه خلقه في الهواء أو في جسم وبعدها نسبه إليه تشريفا وتكريما. طب تعالوا نشوف الأشاعرة قالوا إيه عن كلام الله، ونشوف شيخ الأزهر الدكتور أحمد طيب هيقول لنا إيه في الفيديو اللي جاي. الأشاعرة والماتريدية كانوا يعني عندهم نوع من التفكير العقلي الوسطية. حل المشكلة، قالوا شوفوا يا أخوانا، إحنا كلام الله هو المعنى النفسي اللي إحنا بنقول عليه أساسا، بالنسبة لي أنا هو في النفس. زي ما شفنا شيخ الأزهر الدكتور أحمد طيب بيعرفنا يعني إيه إن كلام الله كلام نفسي، يعني كده زي ما أنت تكون قاعد ساكت وتتكلم في نفسك، وهي دي عقيدة الأشاعرة والماتريدية اللي عندهم، يعني ده نوع من التفكير العقلي، وكمان عندهم وسطية وحل المشكلة. يعني أصلا في مشكلة في كلام الله، وهم قالوا يلا نفكر كده بعقلنا نحلها إزاي ونقول الله بيتكلم كلام نفسي، مش زي المعتزلة اللي بيقولوا الله مش بيتكلم وخلق كلامه وبعدين نسبه لنفسه تشريفا وتكريما. طب يا ترى مين اللي بيفهم كلام الله النفسي عند الأشاعرة؟ خلينا نشوف مع بعض من كتاب دروس في العقيدة مذهب الأشاعرة. فالقرآن الذي في المصحف يقول الأشاعرة عنه هذا عبارة عن كلام الله عبر به جبريل أو محمد، أما كلام الله فهو معنى في نفسه لا يسمع لأنه لازم لذات الرب، ولكن يسمى ما في المصحف كلام الله لأن كلام الله تأدى به فيسمى كلاما مجازا. فالأشاعرة يقولون القرآن كلام الله، ولكن عند المناظرة يقولون مقصودنا إنه مجاز وليس بحقيقة، لكن سميناه كلام الله لأن كلام الله تأدى به ولأنه دل على كلام الله، وإلا فكلام الله في نفسه. الوحيد اللي بيفهم كلام الله النفسي ويترجمه جبريل أو محمد، ولو قالوا إن القرآن كلام الله ده بيكون على سبيل المجاز. خلي بالكم الأشاعرة هم اللي بيقولوا كده، القرآن كلام الله ده بيكون على سبيل المجاز وليس على الحقيقة. وطبعا الكلام ده كله الأشاعرة استنبطوه من فين؟ من عقلهم، قعدوا كده ويفكروا الله بيكلم نفسه ومحدش بيسمعه. طب تعمل ايه؟ اكيد جبريل هو اللي بيترجم الكلام النفسي اللي مش مسموع. وطبعا الأشاعرة بطريقة تفكيرهم دي شبهوا الله بمين؟ بالأخرس. وده مش كلامي انا، ده كلام الشيخ البراك، شوفوا معايا على الشاشة الشيخ البراك قال ايه. ومذهب الأشاعرة في كلام الله وفي القرآن هو أقرب إلى مذهب المعتزلة، وهو يتضمن تشبيه الله سبحانه بالأخرس، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الشيخ البراق بيقول إنك كأشعري أنت أقرب إلى مذهب المعتزلة في كلام الله وإنك بتشبه الله بالأخرس، وتعالوا نشوف تأكيد الكلام ده مع الشيخ صالح الفوزان في الفيديو اللي جاي. قصر بقوم حتى قالوا لم يتكلم الرب سبحانه بكلمة واحدة البتة. نعم، قوم نفوا الكلام عن الله مثل الجهمية والأشاعرة وأتباعهم، نفوا الكلام عن الله وقالوا إن الله لا يتكلم، وإنما خلق الكلام في جبريل أو في محمد أو في اللوح المحفوظ، وأما الله فإنه لا يتكلم، تعالى الله عن ذلك. هذا نقص في حق الله سبحانه وتعالى، وصف له بالخرس. وزي ما شفنا الشيخ صلاح الفوزان بيقول في ناس قالت إن الرب لم يتكلم بكلمة واحدة، زي مين؟ زي الجهمية والأشعرة، وقالوا إن الله لا يتكلم إنما خلق كلامه في جبريل أو في محمد.
وشبه الله بالأخرس. تصوروا تشبيه الله بالأخرس، طبعا أكيد دي إيه مسبة يعني في حق الله، وإحنا عارفين من سب الله يستتاب، ولكن من سب محمد يقتل ولا تقبل له توبة. فالله في الإسلام يعني واخدين راحتهم مش مشكلة يعني، لكن محمد طبعا ده خط أحمر. فمن سب الله يستتاب، فزي ما شفنا كده واخدين الأشعرة راحتهم يشبهوا الله بالأخرس. وخلينا نشوف لو حد سأل عليكم كيف تنسبون الكلام النفسي لله، خلينا نشوف عليكم هيردوا إيه في الفيديو اللي جاي. يقول في كلام طويل منسوب إلى من يسمون أنفسهم بالسلفية المحدثين والعياذ بالله تعالى، نابتة يعني، ويقول أنهم مخالفين للإمام الأشعري إلى آخره. يقول يعترضون فيقول كيف تنسبون الكلام النفسي لله ولا تنسبون الحروف الحادثة، هذا أضل من البقرة. يريد أن يتكلم عن حوادث قائمة بذاته العلية، أهده حمار موكف خلاص سقط الكلام معه. الشيخ علي جمعة بيقول اللي بيسموا نفسهم سلفيين دول نابتة، وبيقولوا على نفسهم إنهم مخالفين للإمام الأشعري، وبيسألوا كيف تنسبون الكلام للنفسي لله ولا تنسبون الحروف الحادثة، وبدأ يشتم ويقول أنا أسفة يعني الألفاظ، هو الشيخ علي جمعة ولا إيه، ويقول السلفي أضل من البقرة، وإنه أنا أسفة يا جماعة الألفاظ يعني فعلا، وإنه حمار سقط الكلام معه. وطبعا يعني أنا بعتذر عن هذه الألفاظ، لكن دي الشيوخ بتتكلم كده. هل أسلوب المشايخ في الرد بالعقل اللي هم بيدعوا إن هم بيستخدموا العقل، هل الشيوخ بترد بالعقل وتقعد تشتم وتقول أنت زي البقرة زي الحمار؟ وخلينا نكمل الفيديو اللي جاي عليكم هيقول إيه. اعلموا أن الرب رب وأن العبد عبد، وأن هناك فارق بين المخلوق والخالق، فالله سبحانه وتعالى ليس محلا للحوادث باتفاق العقلاء. العقلاء من أهل الديانة ومن غيرهم. وزي ما شفنا الشيخ علي الجمعة قال إن اللي يقول من السلفيين كلام الله غير مخلوق ده جرأة وغتاتة وغلاسة وجهالة، لأن الله قديم والحروف حادثة. ونكمل مع الشيخ علي الجمعة هيقول إيه كمان. يعني لو عرفوا دي مش هيقول الكلام ده، والله ما يقولوه، وكانوا اختشوا من نفسه. الله قديم والحروف بتقول حادثة، فكيف يكون قديما حادثا إلا في مخك ومخ اللي جابوك؟ كيف هذا يعني؟ كيف يجتمع أن يكون شيء هو عالم ولا عالم، حادث ولا حادث، موجود ولا موجود، لا يتصوره عقل. حاول كده تجمع بين النقيضين من جهة واحدة، ام عقلك ما يعرفش يركب الحكاية دي. طب اذا كان عقلك ما بيعرفش يركبها هتؤمن بها ازاي؟ وقع سودة. طبعا الشيخ علي جمعة بيأكد ان الله قديم والحروف حادثة، وحادثة يعني مخلوقة. وطبعا انتوا شايفين الفاظه اللي بيقولها، انا مش هعلق عليها. ونشوف رد الحنبلة الوهابية على اللي بيقول إن الله بيتكلم كلام نفسي من كتاب دروس العقيدة، يقول لنا كده. والجواب الثالث إن حديث النفس لا يسمى كلاما، ويدل عليه شيئان، أحدهما إنه لو حلف الرجل أن لا يكلم في هذا اليوم فجلس يزور الكلام في نفسه وينظمه ولم يحنس في يمينه ولو نوى طلاق امرأته وعتق عبده ولم يحكم عليه بطلاق ولا عتق. الثاني إنه لو كان كلاما لما صح نفيه عن الكلام بأن تقول ما تكلمت وإنما وردت ذلك في نفسي. والجواب الرابع لو كان ما في النفس كلاما لكان الساكت أو الأخرس إذا ظهر في نفسه كلاما سمي متكلما، فيؤدي إلى كونه أخرس متكلما أو متكلما ساكتا في حالة واحدة، وهذا محال. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الرد على اللي بيقول بالكلام النفسي، قالوا إن حديث النفس لا يسمى كلام، والدليل لو واحد كده حلف إنه مش هيكلم حد في يوم معين وقعد يكلم نفسه من غير صوت، يعني هل كده بيعتبر أو بيبقى حنس حلفان؟ أكيد لا. وكمان لو في واحد نوى في نفسه يعني بيكلم نفسه كده ونوى في نفسه إنه يطلق مراته وما طلقهاش، أو قال في نفسه إنه يعتق عبده وما عتقوش، طالما لم ينطق لم يقع الطلاق ولم يقع كمان العتق. بيكمل شرح قال إن لو أنت مثلا شفت واحد أخرس بيكلم نفسه
أو واحد ساكت وهو بيفكر مع نفسه، هل هنسمي دول أخرس متكلم أو متكلم ساكت؟ ده مستحيل. وبما إن الله مش بيتكلم عند الأشاعرة، تابعوني الحلقة الجاية عشان نواصل ونشوف إزاي الأشاعرة هيحلوا مشكلة إن الله كلم موسى وهيطلعوا منها إزاي، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة. لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا. أنت ترد بعقلك ونقبل بعقل، وده يرد بعقل.